طلع واقف. قصة معجزة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل اللي مفيش حديث للصفحات والجروبات المسيحية من امبارح إلا عن العم عادل فايز القعيد المشلول على كرسي من 7 سنين واللي وقف على رجليه تاني جوه كنيسة العذراء والبابا كرلس في عزبة النخل وراح للكاهن وحضنه وسط زغاريد وفرحة أسرته وجميع الموجودين داخل الكنيسة. تداول مجموعة كبيرة من الأقباط على السوشيال ميديا معجزة حصلت في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة عزبة النخل، واللي حصل بالظبط يتعلق بشفاء مشلول من 7 سنين. أول ما شاف السيدة العذراء قام بسرعة وساب الكرسي اللي هو كان قاعد عليه مشلول من 7 سنين. المعجزة اللي حصلت دي كانت لمهندس عميد متقاعد عادل فايز واللي كان مصاب بالشلل بقاله 7 سنين. أيوة 7 سنين وهو قاعد على كرسي متحرك. ولما اتكلم الأب الكاهن في العظة بمناسبة نهضة صوم السيدة العذراء، المهندس عادل فايز ساب الكرسي اللي هو كان قاعد عليه وقام بسرعة وجري على الأب الكاهن وفضل يقول إنه شاف العذراء في الكنيسة وقام ماشي على رجليه وهو مصاب بالشلل منذ 7 سنين. عادل فعلا راح عزبة النخل وقال إنه هو شاف السيدة العذراء قدامه وحكى تفاصيل الموقف اللي شافه وقال شفت نور خفيف وبعدين اختفى، قلت ده أكيد العذراء. فضل يروح ويجي مرتين لحد ما لقيت العذراء بنور قوي واقفة قدامي، صرخت وفضلت أقول العذراء اهي وقمت بسرعة من على الكرسي ورحت اتجاه النور، واتفاجئ كل اللي موجودين في الكنيسة بعادل وهو بيصرخ وقام من على كرسيه المتحرك وبدأ يدبدب على الأرض زي الأطفال بالظبط، وفضل يجري في الكنيسة وسط زغاريد وتهاليل من كل اللي موجودين للسيدة مريم. عادل فايز اللي اتكلم عن المعجزة اللي حصلت له وإن هو كان قاعد قعيد من 7 سنين وإن بالفعل سبب إصابته كانت بسبب إن هو اتزحلق على سلم البيت بتاعه وبعدها حس بالتعب وبعدها راح المستشفى وحد من الدكاترة اتسبب بخطأ طبي في انسداد القنوات العصبية وهو في مرحلة العلاج وبعدها ما قدرش يقف على رجليه تاني. عادل فايز أكد في مقابلة مع نيافة الأنباء سيداروس مقف عام كنائس عزبة النخل إن هو في مراحل إصابته بدأ تركيزه ينخفض جدا حد ما وصل إن هو فقد النطق بسبب إصابته، كمان ما كانش قادر يقعد خالص، وقال كمان إن هو كان بيخدم قبل ما يتصاب كده في اجتماع الحرفيين في الكنيسة. القس أنجيلوس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم وبابا كريلس بعزبة النخل علق على مقطع الفيديو المتداول لعادل وقال إن الفيديو صحيح، قال كمان أنا كنت موجود. الأستاذ عادل فايز فعلا بيعاني من أمراض كتيرة ووصلت إنه ما كانش قادر يسمع أو يتكلم أو حتى يتحرك من 7 سنين وهو كان خادم معروف داخل الكنيسة. في النهاية تم شفاء عادل فايز بشفاعة وبركة صيام السيدة العذراء مريم واللي قادر على كل شيء، والناس فرحت وهللت واتبسطت جدا، ودي طبعا طبيعة الشعب المصري.